فيها عدة أسباب يعني، وتحدث في أكثر من مرة الموضوع. الآن يعني الأزمة فعلا استمرت يعني اليوم ممكن 5 يوم أو 6 يوم في موضوع الوقود، طبعا كله وخلل كله نعتبر يعني من سواء من التسويق الدولي وجدولة الكميات. يعني المؤسسة لها دور في موضوع توفر الوقود، إضافة إلى ذلك طبعا المفروض يكون فيه مخزون آمن، وهذا تكلمنا فيه أكثر مرة، مخزون آمن لمواجهة هذه يعني هذه الأزمات. الآن رسو ثلاث ناقلات ما قلتوا في الخبر بتاعكم، يعني الزاوية في مصر في طرابلس. الآن بإذن الله الساعات القادمة حتى حنشاهد انفراج يعني الأزمة. من المؤسسة المنفق يعني في موضوع الوقود ان تكون في مخزون آمن، صيانة خزان للآن في 2014، نعم او يعني طرح مشاريع في انشاء خزانات يعني لمجابهة هذه الأزمات يعني. طيب سيد رميح، التساؤل هنا يطرح يعني عن أسباب الأزمة تزامنت في شرق البلاد وغربها وجنوبها، يعني ما الأسباب التي جعلت الأزمة تكون في عموم وجل ليبيا؟ طبعا هي ما قلنا احنا هو الجدول اللي تم من إدارة التسويق الدولي، يعني احنا البريقة بالموش على شركة البريقة عندما يصل الوقود يتم توزيع على شركات التوزيع. أما ما يتعلق بموضوع الشراء والتعاقد وكذا يتم عن طريق إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، يعني اختيار الموردين، يعني جودة المنتوج، هذه كلها تتعلق بإدارة التسويق الدولي والمؤسسة الوطنية للنفط. يعني أنا نعتبرها يعني أزمة من الأزمات، ولكن الأزمة هذه فعلا استمرت فترة، وزي ما أنا سمعت للتقرير بتاعكم يعني التجاذبات السياسية وهالمشاكل اللي صايرة في البلاد وعدم الاستقرار، هذه اللي زاد من معاناة المواطن الليبي. المواطن الليبي الآن يعاني من عدة أزمات مش غير البنزينة، يعني حتى السيولة في المصارف، ارتفاع سعر الصرف، غلاء المعيشة، هذه كل الأزمات اللي يتعرض لها المواطن الليبي. كل ما يحدث داخل البلاد يعني اللي تأثر بها ما عدا المواطن الليبي فقط لا غير. نعم. يعني الأزمات هي تقع على رأس المواطن الليبي. طيب يعني هي ربما أزمة قديمة جديدة، ولكن هناك من يتحدث على أن التهريب سبب في هذه الأزمة، وهل إذا ما تم القضاء على تهريب الوقود خارج البلاد ستنتهي هذه الأزمة ربما من جانب معين؟ والله بالنسبة لقضية التهريب قضية قديمة جدا، مش جديدة. طبعا احنا بالنسبة لليبيا فيها أكثر من تقريبا 45 يعني 45 مكان للتهريب، يعني موقع للتهريب يعني في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. وواحد الأسباب الأزمة الآن اللي هي موضوع التهريب وعدم سيطرة الدولة عدم سيطرة الدولة على الموضوع يعني خروج الوقود يعني بالتهريب. يعني نعمل بصراحة يعني موضوع الوقود يجب أن تكون الجهات الأمنية في الصورة والمحافظة على قوتها الليبيين. هذا الوقود يصرف بعملة صعبة ومدعوم من الدولة الليبية للمواطن الليبي، نراه الآن في دول أوروبا ونراه في دول يعني الدول المجاورة لليبيا، ونراه أيضا حتى في إفريقيا. يعني نعم. يهرب من الجنوب ويهرب من الغرب ويهرب من كل المناطق.